نروح بقى سريعا لأخبارنا المختلفة والطرائف العالمية والأخبار الغريبة. وأول خبر معانا أعتقد إن هو هيكون فيه مطالبات عالمية بتعميمه، وخبر لطيف جدا وانتشر في كل المواقع والصحف على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. الخبر ده بيتكلم على قانون جديد في استراليا. القانون ده بيقول إيه؟ بيعطي الحق للعامل او كده ان هو يقطع الاتصالات العمل خارج ساعات العمل المحدده، يعني الاتصالات بعد ميعاد الشغل. القانون ده بيقول لك انك من حقك ان انت ما تردش على مكالمات المدير بتاعك علشان وقت الشغل خلص. وكمان رئيس الوزراء العمالي هناك قال في تصريح للتلفزيون الرسمي ان الناس اللي او عامه العاملين مش بيتقاضوا رواتبهم بالتاكيد على انهم يشتغلوا 24 ساعه في اليوم، فمفروض ان هم ما يكونوش مضطرين للعمل 24 ساعه في اليوم، وده وضع طبيعي. وقال كمان ان ده او هذه المساله بتتعلق بالصحه العقليه، فمن حق كل انسان ان هو ينفصل عن عمله وان هو يقترب من اسرته وان هو يمارس حياته بصوره طبيعيه. ومن المقرر الزام الشركات الصغيره اللي بيقل عدد موظفيها عن 15 شخص بتطبيق هذا القانون، وده اعتبارا من 26 اغسطس 2025. طيب السؤال، ماذا عن الشركات الكبرى؟ يعني هو الشركات الصغيره بس هي اللي من حقها او نيجي عليهم ونقول ما نردش على اتصالات المديرين؟ طب والشركات الكبرى اخبارهم ايه؟ يعني اعتقد ان هو اللي نطبقه على كل الشركات، لا ما نطبقوش على ولا شركه، ده رقم واحد. ورقم اتنين، اعتقد برضو ان هو يعني المفروض يبقى في بعض زي ما بيقولوا كده الاحوال، ان لازم لا بيبقى في طبعا احداث او بعض الاحداث اللي لازم اي موظف ان هو يقدر يوصلوا له، لكن ما يبقاش بشكل مستمر. هو ده المشكله، ان هو ما يبقاش الموضوع اوفر، ما يبقاش انت موجود 24 ساعه متواصلين معاك 24 ساعه، ما تقدرش ان انت تقفل تليفونك، ما تقدرش تسافر، لا ده اي حاجه بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. لكن انت تلاقي مديرك بيتصل عشان يسالك على حاجه وانت في الطناش، اعتقد ان ده هيكون صعب تطبيقه مع الترحيب بالتاكيد بشكل كبير.